اخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دابا حنا قلنا لكم اخواننا الامنيين من جميع السلطات ديالكم، الممركزه الوطنيه او الحكومات او الناس اللي كيقوموا بالواجب، الله يكثر خيرهم. شنو كنقول لكم اخوتي؟ كنقول لكم بغيناكم تجمعوا لنا جميع الناس اللي عندهم اماكن ديال الاستثمار الكبرى او المتوسطه او الصغرى، سجل كوميرس او بدون سجل كوميرس. اللي ما عنده سجل كوميرس يدخل سجل كوميرس عاد يفتح المحل، واللي عنده سجل كوميرس يسجل سجل كوميرس في وزارة العمل باش تولي حكومة عندنا تابعة للعمل، لان هو هذا هو النظام الاساسي اللي خصنا. راه اللي فرق هاد النقطة هادي وما تأسسش راه المجتمع غادي يمشي للهوية، لان راه عندنا ماشي مجتمع ديال الرأي، ما عندناش مجتمع ديال الحق، ما عندناش مجتمع ديال اللي كيقلب على مصلحة البلد وكيقلب على خوف البلد من زعزعاتها ولا من استقرارها. راه عندنا كلشي كيقلب على استثماره في الآخر او استثمارها في الأخرى او طمعها في الأخرى او طمعها في الآخر او طمعه في الأخرى او طمعه في الآخر في الآخر. هادي راه حنا فاهمين عادي، لكن الناس مثلا عندهمش ضعفاء ماشي عيب يطمعوا في اللي عندهم، لكن الا كانوا عندهم وكيطمعوا في اللي ما عندهمش ماشي عيب، حتى في استحياء من نفوسهم. يعني غير في هذا النص هذا، مثلا الناس عندهم وما كيساعدوش داك الضعيف او ديك الضعيفه كانهم مواطنين مغاربه، ولكن فاش كيشوفوا البراني كيوليو هما ناس محترمين بحال داك النوع اللي كنت قلت لكم انا ديال اسرائيل، بنو اسرائيل ديال فيروس كورونا. كتلقاهم مثلا كيسبوا الله، كيدعوا بالربوبيات، كيتعدوا على الضعفاء، كاين اللي كيسرق، كاين اللي كيجريسي، كاين اللي كيقول لك انا حباس انا وانا، كتقول لك انا حباس انا وانا. كتلقى مثلا الاشياء ديال دوك النقاط واحترامات الناس اللي مدوزين السجن ومدوزات السجن، ماشي كلهم، لان كاين الناس المقدرين والمحترمين واخا مدوزين السجن، وكاين الناس اللي واخا كيدوزو داك السجن ما كيفهموش شنو دور الجريمه ديالهم، يعني على حسب المجرمين والجريمات ديالهم. ماشي حيت كنتكلم على امور السجن راني كنقول هذوك اللي في السجن الداخل راه كلهم مجرمين، او اللي في داك السجينات راه كلهم مجرمين، لكن راه ما كنعرفو الجريمه الا في حدود القتل وعدم الرحمه، كنعرفو الجريمه في حدود التعدو على الناس بدون ادنى تعدو عليهم بطريقه اليد او الضرب او السكين او مسطره او شي حاجه، كنعرفو تما في التعدو شكون المجرم شكون المجرمه. يعني على امور المظالم كما كنقولوا المظلوم، ولكن هنايا كنتكلم لكم على اسس مثلا الربوبيات. شنو هما؟ يعني مثلا واحد دايز في الشارع كيدير لاختو، كيدير لخو، كيدير لصاحبو، صاحبتو، شي واحد تلاقى في الشارع ما تفهمش معاه غير بالكلام، واحد كيسيس ولا وحده كتسيس، وواحد كيحسبو خايف منه كيدير له الرب، استغفر الله العظيم، الرب دمك، الرب دمك، الله دمك، الله دمك. بحال هاد الجوانب هادو كيتسموا ربوبيات. شنو كيبينوا الناس في الماكينه؟ كيبينوا لنا يعني الناس ناقصين ضمير وناقصين كما كنقولوا ايمان، كيما راكم كتعرفوا هو الاستحياء او الاخلاق وعدم معصيه الله. وكنشوفوهم حتى ضعفاء يعني جسديين ولكن اقوياء لسانيين. الانسان اللي واعي يدير بحال هكا، يشوف بحال هكا في المجتمع كانه البيبل ديال العاميه كانها كيمارس هاد النقطه هذيك، يشوفوا فيهم كيفاش انت كتسب ربي او انت كتسبي ربي مثلا، الله ولا الرب ولا شي حاجه مسمى ديال شيء ما، يعني ربي هو اللي زرع فيك الانسان، الروح اللي هي كيسبوهم به.
دولة مجتمع صارت عادي، صارت واحد الطريقة عشوائية. يعني في رأيكم دابا الله سبحانه وتعالى إلا كان هو كيعاند البشر في داك الشيء اللي كيبغي البشر، أو داك الكراهية، أو داك الحقد، أو داك البغض، أو داك الحيلة، أو بزاف ديال الأمور ديال المضالين، كيعاند الناس في أمور في الظلم ديالهم على الآخرين، غير هما يبغوا يظلموا الناس وهو يجبد لهم روحهم ويخلي لهم الجود. يعني في رأيكم نتوما الجواب كيبقى عندكم، أنا ما نزيدش جاوبكم على هاد النقطة. ولكن كنهضروا بعض الناس، كنهضروا الناس ماشي ما كنهضروهمش، كنهضروهم مثلا كاين على حسب الفئات وعلى حسب التربيات. كاين الناس اللي مربين وكاين الناس اللي ما مربينش، اللي كيخليو الناس الانفعالات توصل تفوق واحد الحدود ديال التربية امور التجاوب معاهم. ولكن الشيء اللي هو محرم يعني فيه هو مثلا داك التعدد. اي واحد عنده حق يتكلم بفمه، ولكن ما عندوش حق يتكلم بيده، ما عندوش حق يتكلم بالعنصرية على الاخر، ولكن عنده حق فين يعبر على العنصرية اللي في لاطيت كما كان. يعني هادو متفقين فيهم. اما واحد الجانب اللي قلت لكم انا مثلا قلت لي علاش دابا خايل هو لي، علاش كنتي غير دخلتي الشرطه، كنتي دخلتي العسكر، كنتي دخلتي كذا، حنا كما قالوا لي بعض الاخوان في رجال الاصدقاء ديالنا الله يخليهم لينا بركه، قال لك اخويا الصراحه الله عندك هاد الافكار كلهم، كنتي غير دفعتي وكذا 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 استقبلوك وكذا وكذا. انا اخوتي ماشي على حساب هاد النقطة ديال باش نصير رجل امن ولا ماشي، ولا ما نصيرش كاع رجل امن. كتهمني مواطن انا فيها، كتهمني على حياة كنعيشها بحال رجل الامن، بحال من غير رجل الامن. يعني كما غير هو كاين الفرق ما بيني وبين او ما بين الناس وبين رجال الامن. مثلا رجل الامن عنده واحد الحصانة، كي مرض كيلقى المستشفى الطبي الانساني العسكري فري بدون مقابل كيتعالج اسرته وكذا وكذا. كيلقى مثلا عنده واحد الترسيم في ميادين الشرطه وكذا وكذا، كيلقى واحد الاستحسانات في امور كانه رجل امن، كيبقى عنده هيبه وعنده مثلا سلطه وكذا وكذا. ولكن كيبقاو دوك رجال الامن عاوتاني كاين منهم اللي هما غير متخلقين، شفتوني؟ داكشي علاش الاخوان السلطه القضائيه الفيدراليه اختصت لواحد الامر. شنو هو؟ هو قالت لك سيدي بانه هو دابا مثلا حنا عندنا رجال الامن الداخلي ما كيحصلوش على نقطه الاستقرار في امور امور الوعي، يعني كيلقاو في الخوانه. ما كنقول زعما كتلقى غير بنت كتدي الرجل في العقل، كتردو خائن الوطن، خائن تن الأمان، غير مثلا غير رشوة كتقدر تخرج على رجل الأمن بدون شعور، غير الواسطة اللي كيكونوا ما ضامنينش هما راسهم علمنا الموسطين لديك الجهة. شنو الهدف ديالها باش كتطلق واحد الإشاعات على واحد الجهات مثلا هما كيتوسطوا لهم تيصدقوا مرتكبين أغلاط كبرى في المجتمع. وصارت حتى في النظرة كأنهم المجتمع المدني المغربي اللي هو الشعبي كنظروا مثلا رجال الأمن كيدير في رجل الأمن، ها كيشوفوا كيتلوط على مرت الراجل، وكيشوفوا كيتلوط على بنت الناس، ولا كيشوفوا كيتزلل، وكيشوفوا مثلا وهو في المهمات ديالو مو براسهم. كنظروا لواحد رجل الأمن حتى هو ما بقاش فيه الأمان تجاه الأمانة الإخلاص ديالو، كتفقد ديك الأمانة الإخلاص، ثقة كأنهم ناس يولوا يثقوا في رجال الأمن كأنهم يسيطروا من النساء ديالهم أو بناتهم أو شي حاجة. كأنهم كيشوفوا رجال الأمن اللي فعاوت يكونوا قدوة للآخرين من أجل إصلاحهم، هم براسهم خصهم لإصلاحهم. يعني ومن فوقها شنو قرروا المجلس الدولي هذه واحد اليومين ومازال دايرين هذا البحث. قالك بانه هو مثلا رجال الشرطه ديال التخرجات ديال الكليات ديال التمدرس غادي يوليو كيدوزو
ستاجات في كليات العسكر الحربي والأركان، يعني ما غاديش يبقى انسان مثلا خريج شرطي غادي يولي يدوز التخرج ديالو في مدرسه ما عامه ديال المدينه ما كانها كتدرس العلم او كذا او كذا، ولكن غادي يوليو كيدوزوا ستاج نفس ستاج العسكري، عسكر غادي يوليو داخليين والشرطه غادي يوليو لحمايه الاوطان خارجي، باش تم ديك المعادله ديال الحمايه للوطن، انهم مثلا الشرطه ما قادينش بالوطن باش ياسسوا له واحد المعادله ديال الحقوق، كانهم هما متخرجين من كليه تمدروس او شي حاجه، وديك كليه تمدروس كتبع الامور ديال حمايه الاستثمار والمال العام في امور المستثمرين. اذا فين هي حمايه الوطن والمواطنين الداخلي او تاسيس حقوقهم وواجباتهم الوطنيه؟ هو نقولوا بانه هذوك الناس عسكر قوات مسلحه الله يجازيهم بخير، هم حامين الوطن من امور الاجانب والغريب باش ما يدخل لهمش البلاد باش ما يحاربوهمش مثلا ولا يزازحهم ولا يفجرهم ولا شي حاجه، لكن هم رجال الامن الشرطه كتلقاهم من كليه الحقوق والتربيه، واللي عنده نقولوا بكالوريا حره، اللي عنده جامعه، اللي عنده كذا داخل كليه الشرطه حصل على واحد الواسطه، حصل على واحد الامكانيات فين يولي شرطي او تولي كذا، عنده واحد المسؤوليه كل مره كيشكي منهم اللي كيشكيو بالاختلاسات القانونيه، ما كيستجبوا لهم والو، كرموا كيدوروا لهم الناعوره وكيدوروا كيدوسرهم الكارطاس بالمعارك ديال السلطات الكبيره من اجل باش يسيروا كيمارسوا السطو على المواطنين بدون قانون. يعني الناس في الامن الدولي الفيدرالي الجامع لهاد النقطة هادي قالك بأن هو حنا عندنا الأمن الداخلي ديال هاد رجال الأمن الشرطة، لأنهم كيحسوا براسهم مدايزينش في ميادين الأركان الحربية، باش يحسوا بالبشر، باش يعرفوا القانون شنو هو، يعني غير ولاد ماماهم كما كنقولوا، واحد مولف بالفشوش في المدرسة حياته كاملة هو بيطالي وكتوكل أمه وبواه وكتصرف عليه المدرسة باسم المنحات، ومن فوقها حتى فاش كيدخلوا في المسؤوليه كيسيروا كيشدوا الرشاوي وخوانه من فوق كيعطيو الحقوق للنساء وكيطيحوا بقيمه الرجال، وحتى لا فتحوا المجال للرجال كيفتحوا غير اللي كيعطيهم الفلوس بالرشاوي، ما كيحميوش الحصانه المغربيه في امور الحمايه الداخليه. يعني ماشي كلهم، يعني واحد الفئات، ما غاديش نقولوا كل شيء، ولكن واحد الفئات كيعرفوا ريوسو، اللي كيدير شي حاجه كيعرف راسو، اللي كيدير شي حاجه كتعرف راسو، بحال مثلا واحد دخلت لواحد القطاع امني درتها ها بانت لي الامور مشكوكه في امرها، سولتني السيده قالت لي هو واش عندك شي سوابق، قلت لها انا المغرب كله عندي فيه السوابق، واخا انا ما عندي حتى شي سابقه من السابقات في السوابق، يعني كان الامور كلها غير كذبيه واشاعات ما عندهم علاقه بالجريمه ولا بشي حاجه اللي كما كيوصفوهم كانهم اصحاب قوي البيت ديال السكر في المغرب، يعني الاشاعات كدا غادي احق غادي جاو شنو بقاو كيقولوا، استخدمنا استخدمت معاهم النص السياسي بطريقه ادبيه اخلاقيه، لقينا بانه الامور كتجاوز خصوص القوالب، هزينا وريقاتنا ومشينا دفعنا الراس، لأنهم مكيرضاوش، كاين اللي كيتكلم على حقوق المواطنين ولا حق بلادو ولا حق وطنو ولا محبة ملك ولا محبة وطنو ولا محبة الناس اللي فيه، وكيفاش كيبغي المنظور الجهوي الوطني ديال بلادو يشوفو مرقع ومستحسن أحسن من دول الناس، كيولي خائن للبلاد وكيولي داعش وكيولي شيعي وكيولي حقه حيت هو اللي جاي من البوليزاري ولا حق داعش ولا حق جاهل ولا حق جاهل أغلبنا ولا حق كذا ولا حق كذا،
او كيولي كيتعاقب كاع، كيولي عليه الامور ديال الاشاعات من جميع الجهات غير من اجل تصفيته مثلا، ولا من اجل تسكيته، الضغوطات عليه في التشغيل ما يشتغلش، الضغوطات عليه في العيش ما يعيش، الضغوطات عليه في الماء والكهرباء ما يستافدش منهم حتى يسكت، ولا حتى حيت الا استافد منهم غادي يزيدوا له في الفواتير من دايتنا راسنا، واخا هو كيستهلك داكشي باش نقولوا حقا ما كيخلصش الموضوع، حقا عليه كذا ولا عليها كذا. يعني هادو كيستخدموهم هاد النقط اخوتي، كيستخدموهم رجال الامن، هما اللي كيستخدموا هاد الامور كاع كامله كنعرفوه، ولكن حنا شنو كنقولوا؟ المواطن رجال الامن ماشي بوحدهم مواطنين، الملك ماشي بوحدو مواطن، الحكومه ماشي بوحدها مواطن، الشعب ماشي بوحديتو شعب، المتدينين ماشي بوحديتهم اللي هما الله كيعرفوا الدين، المتمدرسين ماشي بوحديتهم اللي اوطور مغاربه نزلوا من دون الناس. كندويو على الشكل العام، الشكل الاجتماعي العام، رحنا الى تحسننا في المجتمع المدني ولا البشري ولا الفقير ولا اليتيم وكل شيء، حس بواحد الكرامه ذاتيه داخل الوطن وحصل عليها من جميع الخدمات او الحقوق او الواجبات، راه اكيد غادي يرفع المعنويات للوطن ديالها، وراه اكيد ترفع المعنويات للوطن ديالها، ولكن لا الكبار ولا الصغار لا الشياب ولا العياب، ولكن مابقاش في هاد البلاد شي حاجه اللي الانسان حتى في امور المعاونه حتى في امور الاستثمار كنبغيو غير نستثمروا، ولا كانت حتى شي فكره فيها واحد المشروع ديال الربح او فيها واحد المشروع ديال الاستفاده للناس، كنلقاو الناس منهم فيهم شي كيحتقر شي وشي كيستغل شي وشي كيكذب علاش وجهك في وجهك يضحكوا مع بنادم في وجهه حبيبي بداو هادي هما غير من اجل البنت ولا من اجل المراه ولا من اجل شي حاجه باش يستغلوهم جنسيا، وكاين منهم اللي يجيو عاوتاني يضحكوا بنادم غير في وجهه ايه وحبيبي ويشكروا في بنادم ويقدسوا في بنادم غير من اجل شي مصلحه يشوفوا واش كاين شي هدف من ورا بنادم، وكاين اللي يلعبوا بنادم على الضمير ديالو على الاعصاب ديالو غير من اجل يشوفوا واش كاين منين يدخلوا منين يخرجوا. ايه ولكن حنا اللي كنتكلموا عليه بغينا اخوتي حق، كما عندكم حقوق كدعيو علينا في التلفزيونات بالربورتاجات، بغينا حق بشري واقعي ماشي حق كلامي تلفزيون، بغينا حق بشري واقعي العيش الكريم ماشي غير مجرد تلفزيوني في الراديوات في الخطابات، لان انا بغيت نقول لكم اخوتي دابا علاش حنا هو الملك الملك نصر الله ضغط على هاد الأمة هادي المغربية باسم كورونا، لأنهم كاين بعض منهم في اليوتيوب شنو كانوا كيقولوا حاشاكم كانوا طالقين عليه إشاعة ديال واحد الكلمة سيئة، هو قال لهم أنا فيا كورونا وتنتوما كورونا جيو لهنا مابقاوش ها كورونا تربي سميتو كورونا ربي تا وقف الشتا ديالو عطيكم غير فيروس كورونا بالغياب وقف كورونات قاتل الله لكم تا شي كورونا من الناس تحايلو تا على ربي تستخدمو معاه الحيلة بأي آلاء ربكم تكذبان، تا هو غادي تقدرو تستخدمو معاه الحيلة باسم صلاة الاستسقاء وانتم معاه فيكم شتا الإيمان تجاه الله، حتى المستضعفين كتقصيوهم، ثم حتى الفقراء كتحتقروهم هما مواطنين، ثم حتى الرحمة الإنسانية والإيجابية حتى في الجورة والقربة وزيد وزيد ما كتعرفوهاش بشرية، ولكن كتعرفوها غير إنسانية، المشكلة عندنا في هذا المغرب، حتى في الحكومات اللي هما كنقولوا أصحاب العقول والضمائر الحية وناس اللي تقدر تحس بهذا المجتمع كأنها منتخبة وكينتخبوا عليها، كتلقاهم كيتمسخروا بعباد الله ماشي كيتكلموا على حقوق عباد الله، يعني مثلا حنا عندنا مثلا التسول وصلنا كما كنقولوا وصلنا لقرجوتنا في المنطقه الحضاريه، هما قال لك ماشي للقراويين، والقراويين اخوتي نتوما براسكم الى شتو القراويين تلقاو القراويين مشى ربا غير الغلم، كاينين التنميه البشريه ديال التعاونيه راه كدعم 3000 درهم لكل راس
الغالم والماشيه في امور الباديات يعني، وكتدعمهم حتى بالرؤوس الاغلام والمواشي في الباديات بدون مقابل، غير من اجل الناس باش يبقاو متشبتين باراضيهم في الباديات، لان راه عندهم الذهب. الى انسحبوا من دوك البوادي ودخلوا للمدن كانهم طمعوا من الحكومات، يستغلوا في داك الذهب اللي عندهم في الاراضي في القراوي. يعني بحالاش غنقولوا مثلا الا جا غير اجنبي واستثمر لكم مثلا نقولوا في الدان كما كيقولوا الناس الباديات، في الدان ما يدير القراوية وضرب لهم مشروع ديال الدوحة ديال الاقتصاد السكن، باش ما يربحوش منهم الملايا، يربحوا منهم الملايا. اذا الى جاو هاد القراويين هربوا من ديك القراوية وتكبوا في المدينة، والناس في المدينة ما لاقينش حتى فاش يسكنوا، والاخرين جلسوا كيستثمروا فيهم في القراوية، واش ما غاديش تولي المجاعة في المدينة اكثر من المجاعة اللي هي فيها؟ هذا هو علاش الدعم مزيان لدوك الناس القراويين في امور الماشيات وكذا، ولكن امور ديال الحضاره خصها تنقى. الا عنده شي ماشيه وبغى يربي الماشيه خصو يمشي للباديه. المدينه الحضاريه كتلوثوا البيئه لان فيها السكان، فيها الناس راقيين، فيها الناس عندهم كيخافوا على وليداتهم من الفيروسات كورونا والامراض بحال اللي كتسمعوا. يعني غادي يجيو حتى غادي يربوا في وسط احياء، واش دوك المواشي كتلقاو ريحه المسك ولا ريحه حاشاكم كما قال الشي الحي الزان كيلوثوا البيئه. ملي غادي تبيعوا نتوما الفواكه والخضروات مثلا في الشوارع العموميه، وما غاديش تحصلوا على واحد المحلات باش كل واحد يبقى يتحمل مسؤوليته على قد ما حاله بالسجل الكوميرس ديالو، باش ما يبقاش الاخر يتخبع في الاخر والاخرى تخبع في الاخرى، والاخر يقول انا ما عنديش والاخرى تقول انا ما عندهاش، والاخر يقول كذا، وتولي كتله ديال العروبيه في امور الحضاره. في امور الحضاره نوليو حنا عروبيه امور المفايات، لان باش نقضوا الخضروات ووفروا الناس فاكهات او خضروات. هنا كانت نظامية في أمور التجارة، راها معروفة نظامية في محلات ديال التجارة الخضروات، راهم الناس دايرينهم على برا. ها هو مرجان هو التالي. علاش مرجان قال لكم أسيدي أنا براسي فيا فيروس كورونا غادي نزد؟ شنو السبب؟ لأن السيد عزيز أخنوش عنده علاقة غير بالربح، ويلوث لنا البيئة المجتمع الخضراوي ديالو، الفواكه والفلاحة ديالو كأنها آخر في الليل. ولكن علاش هاد الأخ عزيز أخنوش عنده واحد المنظمة ديال التحسين ديال هاد التجارة ديالو في أمور الكوميرس وفي أمور البيع المتجولين، يصيروا عندهم مثلا محلات للكوميرس في امور الخضروات، تقدر تنمى المدينه تحسن، ويقدر يحصلوا ناس على طرقان نظيفه، احياء شعبيه نظيفه، احياء شعبيه فيها طرقات للماشيه اللي كيمشيو على رجليهم يلقاو فين يمشيو وفين، بواحد الحريه بدون تزاحم بدون سرقه بدون تهديد بدون مشاكل. الناس اللي عندهم محلات ديال استثمارات يقدروا ديك الساعه يبقاو يقدروا يلقاو فين واحد المساحه في الناس ينظروا لهم باش حتى هما يترزقوا، الله ما يتسدش عليهم الاماكن ديال التجاره ديالهم في امور الفراشات والخضروات والازبال. يعني هنا كنفهموا حنا التطوير والاصلاح والوعي من فوق، والناس واعيين وكيقول لكم اخوتي احنا وصلنا لكم واحد النص، نتوما عاوتاني كملوا من راسكم لانكم نتوما مسؤولين وناس اصحاب المسؤوليه، وانا اللي عليا الواجب ديالي الوطني والواجب ديالي الانساني والواجب ديالي الدولي او المحلي او الحقوقي او الاجتماعي، هنا كنحطوا لكم على امور